أرسل الله إلينا بالكرامات العظام. أرسل الله إلينا بالكرامات العظام أحمد المختار طه سيد الرسل الكرام أحمد المختار أحمد المختار طه سيد الرسل الكرام فتهنوا يا رفاقي نلتم كل المرام فتهنوا يا رفاقي نلتم كل المرام فتهنوا يا رفاقي نلتم كل المرام بالذي قد جاءكم يدعو إلى دار السلام كل من يعشق محمد كل من يعشق محمد ينبغي ألا ينام. عليه أفضل الصلاة والسلام. أهلا وسهلا بك أحمد عليان. أهلا بك. أهلا بك يا أحمد. الحقيقة أنت دلوقتي يعني بتنشد وبتعمل ابتهالات دينية مش كده؟ أنت منشد ولا مبتهل؟ الاثنين يعني الاتنين. بنشد وابتهل. إيه الفرق بين الاثنين بين الإنشاد والابتهال؟ يعني الفرق بين الإنشاد والابتهال إن الإنشاد له إيقاع معين وله لحن معين المنشد بيمشي عليه يعني. أما الابتهال لا، الابتهال ممكن الواحد يرتجل بقى لله سبحانه وتعالى فمالوش مقام معين، يعني ممكن مثلا يجيب مقام صبا على مقام بياتي او مقام حجاز. وانت بتعرف تبتهل يعني ممكن ان انت يبقى ارتجال تقول كلمه ورا الثانيه صفه اسم من اسماء الله الحسنى وما الى ذلك وحاجات، انت تقدر تعمل كده؟ بنبتهل وبننشد يعني الحمد والله. لله الحمد لله. طب كويس قوي. طيب تمام. اولا انت سنك قد ايه؟ انا سني دلوقتي 21 سنه. ده صغير. انت السن ده يعني انت كده بادئ بدري ولا في اصغر من كده كمان داخلين في المجال ده؟ لا، في منشدين اصغر من كده بكتير كمان. بكتير كمان. في دلوقتي حاليا على الساحه في منشدين صغيرين في السن يعني. كمان بدا الانشاد ينتشر في الفتره الاخيره كتير جدا يعني. يعني ممكن نقول ابتداء من كام سنه يعني لو بدات بدات الانشاد من 4 سنين. من 4 سنين يعني الموضوع الاول كان قران كريم يعني. يعني اول ما كان ترتيل الاول ما اكتشفت صوتي كان قران. نعم. بعد كده قلت بقى لازم استخدم صوتي في حاجه كويسه يعني تنفعني يعني بعد. طب وانت يا احمد عشان تكتشف صوتك وكنت بتتلو القران الكريم، معنى كده انت كنت في مؤسسه لتحفيظ القران الكريم مثلا؟ كنا بنحفظ نعمل حلقات كده مع المشايخ زمان في المساجد يعني. كنا في المساجد كنا في المساجد بس كام ده من زمان جدا يعني. من زمان قد ايه ده؟ انت كلك على بعضك 21 سنه من زمان قد ايه؟ يعني في الابتدائي مثلا. والله في الحضانه. ده مش كتاب، دي حلقات ذكر في المسجد. وكان كتاب برضه يعني. انت حضرت كتاب. حضرت الكتاب ده. يعني ولسه في كتاب لحد دلوقتي؟ لا يعني قليل. بس كويس، لان الكتاب ده بيعمل بصمه جامده جدا. بس مش موجود زي زمان يعني. طبعا يعني الحمد لله بدات في ختم القران من وانا في ثانيه ثانوي. في ثانيه ثانوي الحمد لله ختمت القران يعني. بعد كده اتجهت بالانشاد الدين وكده. ختمت القران تلاوه مش حفظ. يعني انت حافظ القران الكريم كله؟ الحمد لله. طب هذا الكلام المبين يتفلت يعني بيتنسي كتير، انت بتعمل ايه علشان تفضل حافظ القران وما يتفلتش منك؟ لانه هو سريع التفلت طبعا. ما النبي صلى الله عليه وسلم قال الكلام ده يعني، هو القران عاوز دايما مراجعه. عاوز دايما مراجعه باستمرار يعني. يعني دايما الحافظ القران كله عنده كل يوم ورد معين
لازم يراجع عليها. مش لو ما راجعش هينساه تاني اساسا. تمام. ناس كتير جدا يعني ناس كتير جدا بتكون حافظه القران بعد كده خلاص بتهم الموضوع المراجعه وكده. اخذ منك قد ايه وقت عشان تحفظ القران الكريم كله؟ هو من الحضانه لعند ثانيه ثانوي. يعني طول عمرك رحله في حفظ القران؟ لسه ما زال بنراجع وبناخد حاجه الايام ديت يعني يعني بقالي فيها حوالي شهرين ان شاء الله. واخد حاجه اسمها اجازه في القران سند متصل بالنبي صلى الله عليه وسلم. ده شهاده عباره عن اسم واسم النبي فيها يعني في نفس الوقت. فديت بناخدها مش اي حد ياخد يعني صعبه هي جدا يعني. انا اعرف اللي هو بيبقى منتسب للاشراف. هل ده يعني رحت نقابه الاشراف؟ لازم لا لازم الشيخ يكون معاه هو اجازه من شيخ اعلى منه. سند انا اسمي هيبقى مواصل للنبي صلى الله عليه وسلم. لا انا مش فاهماها اشرحها لي دي. يعني دلوقتي مثلا انا هاخد سند هاخد شهاده من الشيخ بتاعي اسمه الشيخ نبيل درويش احب اشكره طبعا على هو. تمام. فالشيخ نبيل واخد السند ده من برضه شيخ بتاعه كبير. الشيخ بتاعه وكذلك لعند لما يوصل سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لعند مثلا لما يوصل سيدنا علي بن ابي طالب مثلا او ابن عباس او اي حد من الصحابه للنبي صلى الله عليه وسلم طبعا من النبي من جبريل من رب العزه. تمام. طيب الموضوع موضوع صعب يعني الى حد ما مش حاجه صعبه في الدنيا. طبعا الحمد لله. انت ممكن تسمعنا ايه دلوقتي؟ ممكن نقول صليت عليه. عليه الصلاة والسلام. تفضل. صليت عليه حست بإيه دلوقتي أحسن ولا إيه؟ صليت عليه حسيت بإيه دلوقتي أحسن ولا إيه؟ أوقات تكون مخنوق ساعات خلقك يضيق وتحس إنك وقتها في شدة وضيق وتلاقي نفسك بتبكي ما بتعرفش ليه ما هي دي بركة صلاتك عن نبي صليت عليه حسيت بإيه دلوقتي أحسن ولا إيه دي سيرته بس لوحدها إحساس جميل بركات حل لوحدها ملهاش مثيل ده حتى النبي قال اللي ما يصليش بخيل من فينا نفسه يكون ويا النبي صليت عليه حسيت بإيه دلوقتي أحسن ولا إيه؟ مين اللي كاتب الكلمات؟ دي شعر كاتبها لمصطفى عاطف برضو في نفس سنك برضو ولا؟ لا هو 26 27 سنة يعني. يعني في نفس سنك على فكرة. طيب ماشي تمام. ده نقدر نقول ده ابتهال؟ لا ده كده إنشاد. تمام. واللي قلتها قبل كده دي كانت إنشاد برضو. تعال نسمع ابتهال. طب ماشي نسمع ابتهال. ماشي. ممكن مثلا نقول يا رب توبة. تمام. يا رب توبة يا رب توبة نصوحا بعد عصياني بعد عصياني قبل ما اشيب
وانحني وامشي بعصياني. يا رد معاتسي يا رد يا رد يا رد معاتسي على الخدين، تمحي صحائف ذنوبي. القلب نادم القلب نادم القلب نادم قولن العين عصياني عصياني عصياني. ولاجل النبي لاجل النبي لاجل النبي تقبل صلاة على النبي لاجل النبي. ولاجل النبي لاجل النبي لاجل النبي تقبل صلاة على النبي لاجل النبي. يا إلهي الكل كل كل لاجل النبي لاجل النبي انت عالم بيا كلي كلي لاجل النبي لاجل النبي. يا إلهي الكل كلي كلي لاجل النبي لاجل النبي انت عالم بيا كلي كلي لاجل النبي لاجل النبي. يظلموني انت شايف، يتهموني برضه عالم من عبادك. ايه حصل لي ايه حصل لي انا في جاه النبي تقبل صلاة على النبي. أنا حبيب سيدنا النبي تقبل صلاة على النبي. لأجل النبي لأجل النبي لأجل النبي جميل. يا أحمد أنت بتحب تسمع لشيخ الكحلاوي؟ تمام تمام. بتحب تسمع لمين كمان؟ يعني بس حب اسمع الشيخ نصر الدين طوبار. انا بعشق الشيخ نصر الدين طوبار، يعني احساسه عالي جدا. والشيخ محمد عمران والشيخ نكشبندي والشيخ طه الفاشني، كل مشايخنا القدامى. اصعبهم يعني. اصعبهم لما تيجي تنشد لهم اي حاجه مين؟ والله هم كلهم صعبين، يعني كلهم صعبين، كلهم حناجر ما شاء الله، يعني اصوات صعب جدا. هو الزمن القديم ده يعني صعب جدا حد من الشباب قليل يعني اللي ممكن يجيب نفس طبقة الصوت بتاعت المشايخ القدام. يعني بتهيألي النقشبندي على ما اعتقد، يعني النقشبندي صعب، اصعبهم يعتبر قوي 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 يعني، حتى كمان عنده جوابات عاليه يعني. عنده جوابات عاليه جدا. ف ان شاء الله الله يرحمه يا رب، يرحمهم جميعا يعني. الله يرحمهم. صحيح. طيب انت بتقول بتحب فضيله الشيخ نصر الدين طوبار. بحب الشيخ نصر الدين طوبار. طيب لو هتسمعنا حاجة من عنده نسمع حاجة فضل. ماشي. نقول ابتهال برضو يا باري الكو. أنا حاسة أن أنت ممكن تشرب مية ممكن عشان تفصل ما بين الإنشاد والتاني. يعني تقبل الهواء. بتقول أن أنا عطشان قوي، أنا جاي لكم من بعيد وعطشان جدا. تفضل تفضل. هنقول إن شاء الله ابتهال يا باري الكو. يا يا
في عز وتمكين يا تمكين وكل شيء وكل شيء جرى بالكاف والنون يا أحس به أحس به في كل كائنة وقد تعاليت عن ظن وتخمين طيب يا احمد ده كان لنصر الدين طوبار نصر الدين طوبار تمام هايل انت حاطط في اعتبارك بقى الخطوات اللي بعد كده ايه يعني انت دلوقتي في حد بيتصل بيك لا طيب دلوقتي انت اكيد بتجهز نفسك لمراحل تانية وعندك خطوات تانية ان شاء الله انت عايز تطمح توصل لايه بقى يا احمد بجانب الانشاد حاليا يعني نفسي ان شاء الله اوصل صوتي لكل الناس نفسي اسافر بلدان كثيره وامدح سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يعني نفسي اسافر كذا بلد وامدح وانشد سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وامدح النبي صلى الله عليه وسلم هناك يعني فده حلم ان انا اسافر اخذ جوله حول العالم بمدح النبي صلى الله عليه وسلم يعني عليه الصلاه والسلام انت بتسمع بقى لمنشدين من دول عربيه يعني ممكن في واحد اسمه معتصم بالله العسلي المعتصم بالله العسى ده ما شاء الله شباب برضه بس صوت ما شاء الله يعني كويس يعني انت ممكن يعني تعمل تفاعل بينك وبينهم مثلا حاولت يعني احنا عندنا وسائل التواصل الاجتماعي خلت الدنيا مفتوحه تقدر ان انت تكلم فلان وتكلم معناه تقول له انا معجب بيك طب اسمعني انا ويقول لك لا والله انا شايف ان انت كمان كويس احنا كنا عملنا انا وشباب من ماليزيا كنا عملنا مع بعض قمرون كنت انا قلتها بالعربي وهم قالوها بالماليزي يعني قالوها يعني ترجموا الكلمات بالماليزي لكن اللحن زي ما هو اللحن زي ما هو بالظبط سجلت الحاجات دي حاجات تبقى نادرة يعني موجوده موجوده عندي تمام ممكن كويس نقول كامرون كامرون طيب نقول طبعا كامرون هي النشيد الوطني بتاع المنشدين يعني مفيش منشد ما بيقولهاش ومفيش حد ما بيطلبهاش هي جميله بصراحه صحيح وأجمل منك لم ترى قط عين وأطيب منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب كأنك يا حبيبي قد خلقت كما تشاء قمر سيدنا النبي قمر وجميل سيدنا النبي وجميل قمر
قمر سيدنا النبي قمر وجميل 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 سيدنا النبي وجميل وكف المصطفى كالورد نادي الله الله وعطرها يبقى إذا مست أيادي الله الله وكف المصطفى كالورد نادي الله الله وعطرها يبقى إذا مست أيادي الله الله وعم نوالها كل العباد وعم نوالها كل العباد وعم نوالها كل العباد حبيب الله يا خير البراء يا قمر 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 سيدنا النبي قمر وجميل 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 سيدنا النبي وجميل. أحمد أنت باحث كمان في الأزهر مش كده؟ أنا باحث في الأزهر حاليا بعمل كتاب. اها احكي لنا بقى عن التجربه. بعمل كتاب شغال في بالي حوالي 3 شهور. الكتاب ده هيبقى فيه كل الاحكام الشائكه هينزل ان شاء الله يعني بعد فتره يعني في كل الاحكام الشائكه بقى حكم انت تكتبه من نفسك ما فيش حد مراجع ما فيش حد لا في معايا دكاتره من جامعه الازهر بيراجعوا معايا. تمام. ايه الاحكام الشائكه؟ يعني مثلا حكم الاغاني مثلا حكم الشعر حكم الرسم اللي هي الاسئله اللي دايما عليها مثلا تساؤلات كثيره. الاجهزه الموسيقيه في منها ما هو مستحدث ما كانتش موجوده ايام الرسول عليه الصلاه والسلام. بمعنى كده احنا هنلجا الى القياس. مش كده؟ هو يعني الشيخ الشعراوي لما حب يفصل المساله ديت قال حلالها حلال او حسنها حسن وقبحها قبيح. نعم. فاحنا بنشوف الاغاني بتستخدم في قصدي الموسيقى بتستخدم مع ايه بالظبط؟ يعني بنشوف الكلمات. مثلا مصطفى عاطف مثلا منشد مدخل الموسيقى في الاغاني بتاعته كده في الانشاد بتاعه وما شاء الله يعني بتوصل للشباب اسرع من الاغاني يعني بمراحل يعني. يعني شايف ان الطريقه ديت كمان هتوصل للشباب. يعني ما قيل ان زي ما بنسمع كده ان الموسيقى هي اذان للشيطان و يعني هي 70% من الاحاديث ضعيفه يعني. لا يعني احنا ما قلناش ان هو حديث بقول لك ما قيل. يعني في من كده احاديث لا ينبغي لباحث ان هو يسندها لحديث. فانا لا في منها في حديث فيما معناه يعني تقسيم الاحاديث صحيح لذاته وصحيح لغيره وحسن لذاته وحسن لغيره وضعيف وموضوع. يا ما شاء الله. مش دي تصنيفات الاحاديث؟ تمام. فبالتالي احنا سمعنا عن ان لا مشايخ من الطرق الوهابيه ويجي يقول لك الموسيقى هي تمثل الاذان للشيطان. فهنا كباحث زيك هذه الكلمات لا ينبغي انها تقال لانها بالتالي بتعمل لبس على كل من هو متناول حديثا للدين. يعني ممكن اكون انا مسلمه لكن ما قريتش كتاب دين ما قريتش الا القران الكريم وما جاء على اسماعي من سنه الرسول عليه الصلاه والسلام. لكن لو انا عايز اقرا ووقع في ايدي كتاب من هذه الكتب الوهابيه ان شاء الله ليك كتاب مني هديه ان شاء الله. هو الكتاب بتاعي ان شاء الله هي يعني انا بقول لك ان ما دام انت داخل في مجال هذا المجال الكبير والما هو المجال البحثي ان يا ريت ان يكون لدينا من يتصدى لمثل هذه الاقاويل لان الكلام ده لا يليق انه يتقال لان لدينا اذان واحد وهو اذان الصلوات الخمس اللي احنا اعتدناه. فلما يجي حد الشيخ ويقول ان الموسيقى هي اذان للشيطان فهذا لا يليق هذا التشبيه او هذا التجسيد في حد ذاته. انا مستنيه منك هذا الدور. هو في الفاظ يعني في الفاظ قاسه شويه ما ينفعش نضيفها للحاجات دي. نعم. تمام. فاهم وجهه نظر. نعم. انا بشكرك شكرا جزيلا وبتمنى لك الخير سواء بقى في مجال البحثي او في المجال الانشاد والابتهال ان شاء الله. ان شاء الله ونسمع عنك اسماء طيبه باذن الله. شكرا ليك أحمد عليان المبتهل الشاب. شكرا جزيلا. وأيضا كمان مشاهدي الكرام أنا بشكركم شكرا جزيلا وأقول لكم تصبحوا على خير.